أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالجهود المخلصة التي توالي بذلها السلطة التشريعية في أداء واجباتها الدستورية والاطلاع بدورها الرقابي والتشريعي الذي يهدف لترسيخ دعائم المسيرة الوطنية الديمقراطية وتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين وتلبي كافة احتياجاتهم، وأن التاريخ يشهد بترابط وتكاتف أهل البحرين جميعا عبر مسيرتنا الوطنية الظافرة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة هذا اليوم في قصر الصخيل لمعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المفدى رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على مساهمتهما الكبيرة والقيمة في إرساء دعائم النهضة التنموية الشاملة، مؤكدا حفظه الله أهمية المضي قدما في البناء على ما تحقق من إنجازات في مسيرتنا الوطنية التنموية التاريخية وما تحقق على كافة المستويات الإقليمية والعالمية، مشيرا جلالته حفظه الله إلى أن مجلس الشورى والنواب يحظى بتقدير واحترام من جلالته ومن الجميع لمساهمتهما في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم الوطن والمواطن. كما أشاد جلالة الملك المفدى بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مبادرات ومقترحات بناءة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي في المملكة، معربا عن اعتزازه بجهود أبناء البحرين وحرصهم على التكاتف والعمل المثمر في خدمة وطنهم على مختلف الأصعدة. من جانبهم أعرب رئيسا مجلسي الشورى والنواب والحضور عن الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة على قيادة جلالته الحكيمة والسديدة وبحرصه على تعزيز النهج الديمقراطي من خلال دعمه الكبير واللامحدود للسلطة التشريعية وإشادته بما حققته من إنجازات ومكاسب في عهد جلالته الزاهر. وجاء في رد مجلس الشورى أن المجلس يعرب عن تأييده المطلق لما تضمنه الخطاب الملكي السامي من توجهات ورؤى ثاقبة للمتطلبات التنموية الحالية والمستقبلية، كما أشاد المجلس بالنجاح الكبير الذي حققته الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء في العديد من المنجزات التنموية، ومشيدا أيضا بما يطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من دور كبير في وضع خطط استشرافية وبرامج نوعية تؤدي إلى استدامة تدفق الاستثمارات محليا وخارجيا تحقيقا لمفهوم تنويع مصادر الدخل وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأكد مجلس الشورى أن مضامين الخطاب الملكي السامي ستكون على سلم أولويات العمل البرلماني في المرحلة المقبلة. من جهة أخرى، فقد جاء في رد مجلس النواب أن المجلس يعاهد جلالة الملك المفدى على المضي قدما لاستمرار مسيرة الوطن نحو الإصلاح والتطوير وتحقيق الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، كما ثمن مجلس النواب الجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطة التنفيذية من خلال التجاوب مع ما يقدمه المجلس من اقتراحات بقوانين ورغبات، مشيدا بالدور الكبير الذي يطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وترسيخ مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.